بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الفراخ بالكاري في الفرن. عندنا كيلو دبابيس فراخ، وممكن استخدام اي قطعة من الفرخة، مش لازم الدبابيس، بس الدبابيس بتدي طعم افضل. وهنحط الفراخ في الصينية اللي هنسويها فيها، وهنضيف بصلتين متوسطين مفرومين ناعم جدا مع 4 فصوص ثوم، وطماطمية كبيرة متقطعة صغير او مبشورة، وهنضيف الملح وفلفل اسود ومعلقة كبيرة ونص كاري، والكاري موجود عند اي عطار. وهنقلب كله مع بعضه كويس جدا، وبعد ما نقلبها كويس هنضيف عليها حوالي ربع كوباية مية، وهنسخن الفرن على درجة حرارة 220، وهندخل الصينية على الرف الاوسط. وخلاص كده الفراخ استوت معانا، وهتاخد معانا في الفرن من ساعة لربع لساعة. ونخلي بالنا اثناء التسوية هنقلبها من وقت للتاني. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.